مدرسة نموذجية بالعاصمة السنغالية داكار ترى النور أخيرا. المؤسسة الفرنسية العربية دار راما تعد ثمرة شراكة بين الحكومة السنغالية ومؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتعليم والبيئة، بحضور الرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية عثمان بن جلون. تفتح هذه المؤسسة أبوابها في وجه التلميذات السنغاليات. 24 تلميذة سنغالية يلجن هذه المؤسسة على أن يصلنا في المرحلة المقبلة إلى 48 تلميذة. التلميذات القادمات من المرحلة الثانوية سيشكلن الدفعة الأولى لهذه المدرسة. تتكون المؤسسة الفرنسية العربية التي شيدت على مساحة 3 هكتارات من بنايات ومرافق هامة تضم قاعات للدراسة ومختبرا مجهزا لإنجاز التجارب العلمية، إضافة إلى مكتبة ومسجد وقاعات إدارية وصحية. المؤسسة التعليمية مفتوحة عن طريق المباراة في وجه الفتيات في سن 13 ابتداء من السنة الأولى من التعليم الثانوي، وستوفر المؤسسة تعليما تقليديا وعلميا إلى جانب تعليم القرآن الكريم وفقا للتقاليد السنغالية. التعليم يعد ركيزة في العلاقات الروحية التي تجمع بين المغرب والسنغال، والروابط الروحية تعد روابط دائمة، وهذا ما يفسر استمرارية العلاقات الروحية. بالطبع نحن مجموعة مالية حاضرة في 20 بلدا إفريقيا و12 بلدا خارج إفريقيا، ونعتقد أن الاستثمار الجيد هو في مجال التعليم. المشروع يعد إنجازا تعليميا واجتماعيا هاما باعتبار أحد أوجه علاقات التعاون المتميزة بين المغرب والسنغال. وتؤكد الحكومة السنغالية أن هذا المشروع التعليمي سيعمل على زيادة عروض التكوين وتعزيز الولوج إلى التعليم، كما يبرز أيضا التزام مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية بدعم مشاريع البنية التحتية التعليمية في القارة الإفريقية.